بسم الله على الصوت واضح. الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم كمل إن شاء الله على الاشتطاط، تكلمنا المحاضرة الماضية عن الاشتطاط ويعني ما أنهيناها، تكلمنا عن تعريف الاشتطاط وبعض التعريف العام للاشتطاط، تكلمنا كذلك عن قوانين الاشتطاط وذكرنا مثلا الاشتطاط إكس تربيع عبارة عن 2 إكس، إكس 3 عبارة عن 3 إكس تربيع، وإكس 4 عبارة عن 4 الترتيب وهكذا. طبعا هذا هو قانون الاشتقاق، وذكرنا قانون اللوكس عباره عن ان في اكس ان ناقص 1، من هذا قانون الاشتقاق. تكلمنا عن قاعده عامه ان الاشتقاق اي ثابت هو يساوي الصفر، يعني اذا الداله اي ثابت اشتقاقه يساوي كم؟ الصفر. كذلك الاكس اشتقاقه الواحد، والاي اكس اشتقاقه الاي، والاكس تربيع اشتقاقه 2 اكس. فاخذنا القاعده العامه عباره عن الاي اكس بلس ان عباره عن اي ان اكس ان ناقص 1، هذا القانون العام للاشتقاق. من الصوت واضح؟ من الصوت واضح؟ جاهز؟ الان ننتقل للنقطه الثانيه اللي هو مشتقة حاصل جمع اكبر او صح دالتين. اذا عندي دالتين مشتقة حاصل جمع او دالتين في اكس ودي اكس، وعبارة عن ايش؟ مشتقة الاف اكس زائد او ناقص دي اكس، وعبارة عن مشتقة الاكس اف اكس زائد او ناقص مشتقة الجي اكس. لنفرض عندنا الواي تساوي اكس 5 ناقص 6 اكس 3 زائد 3، فان مشتقتها مشتقة حد عندنا الان 3 حدود، اللي هي اكس 5 ناقص 6 هو الحد الاول، الحد الثاني ناقص 6 اكس 3 هذا الحد الثاني، والحد الثالث اللي هو 3. اذا عندنا 3 حدود، فمشتقاتها عباره عن ايش؟ مشتق الحد الاول اشتقاق عادي، الاس يساوي 5 فننزل يصير 5 اكس 4 ناقص مشتق الحد الثاني، الحد الثاني عباره عن 3 الاس اس 3، تنزل الاس يصير 3 ضرب 6 يساوي كم؟ سالب 18. نطرح من الاس 1 يصير عندك 3 ناقص 1 يساوي 2. الان مشتقة الثابت ذكرنا، طبعا ما راح اجاوب على الاسئله الا في نهايه المحاضره لان الدرس شوي طويل. كذلك مشتقة الثلاثة يساوي كم؟ صفر. فاي ثابت مشتقة كم يساوي صفر. لتكن الواي يساوي اكس 3 زائد 6 اكس 5، أو في مشتقة الواي، مشتقة الواي عبارة عن إيش؟ نطلع المقام إلى بسط يصير إكس سالب 3، فنضرب في إكس 1 يصير سالب 4، ونضرب سالب 3 في 3 ننزلها يصير سالب 3 إكس سالب 4، كذلك إكس 5 إذا في البسط يصير عندنا إكس سالب 5، إذا طرحنا من نزل سالب 5 فيصبح سالب 5 في 6 يساوي 30، وسالب 5 وناقص 1 يساوي سالب 6. إذا الآن الصوت واضح؟ الصوت واضح الآن؟ واضح. الآن سالب 5
اضربها في طبعا نقسم لها واحد سالب خمسه سالب واحد سالب سته وسالب خمسه تضربها في سته تصير عند سالب 30. يتبقى عندنا الناتج سالب 3 على اكس 4 ناقص 30 على اكس كم؟ 6. مستقطع حاصل ضرب دالتين، طبعا اذا كان عندك دالتين اكس مثلا اف اكس ودي اكس في المشتقات عباره عن المشتقات الاولى في الثانيه في زائد المشتقات الثانيه في الاولى. فليكن عندنا الواي يساوي كم؟ 2 اكس تربيع ناقص 7 اكس وربي 5 زائد 3 اكس يساوي 4. اذا دي واي على دي اكس، اذا جينا نشتق الداله نشتق الاولى القيمه الاولى يصبح عندنا 4 اكس ناقص 7 لان 2 اكس تربيع عباره اشتقاقها يساوي 4 اكس. المشتق السالب 7 اكس مشتقاقها سالب 7. الان 5 زائد 3 اكس 4 5 اشتقاقها صفر يتبقى عندنا 3 اكس 4 اشتقاقها 12 اكس 3. في مشتقة الدالة الثانية اللي 2 اكس تربيع ناقص 7 اكس هذه مشتقة الدالة الثانية. طبعا هذه مثال على اشتقاق ضرب دالتين، المشتقة الأولى في الثانية زائد المشتقة الثانية في الأولى. الآن أوجد مشتقة الدالة في اكس زائد اكس ناقص 1 واكس زائد 2 عند اكس زائد 1. الحل إذا عندك دالة مشتقة دالتين، المشتقة الأولى عبارة عن المشتقة الأولى في الثانية زائد المشتقة الثانية في الأولى عند الإكس تساوي كم؟ 1. إذا طلعت الاشتقاق تعود الإكس بواحد يطلع عندك كم؟ 3. في أمثلة هنا أو مشتقة الدوال التالية إكس 4 زائد إكس 3 زائد 2 إكس تربيع زائد إكس زائد 2. تلاحظون ان عندك كم حد؟ 1 2 3 4 5 5 حدود. كل حد تشتق على حده فيصبح عندك 4 اكس 3 زائد 3 اكس تربيع، طبعا اكس 4 اشتقاقها 4 اكس 3. اشتقاق اكس 3 عباره عن 3 اكس تربيع. اشتقاق 2 اكس تربيع عباره عن 4 اكس. اشتقاق الاكس يساوي كم؟ 1، لان فيصبح عندنا اكس نص 1 ناقص 1، 1 ناقص 1 يساوي كم؟ صفر. فسيصبح اشتقاقها كم يساوي؟ 1. اذا هذه كثيرات حدود اشتقاقها استقيناها اللي هي 4 اكس 3 زائد 3 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 1. اتمنى الاشتقاق واضح. اتمنى الاشتقاق واضح. كذلك اشتقاق الاف اكس يساوي 15. الاف اكس يساوي 15 اشتقاقها يساوي كم؟ صفر. الآن الاف اكس يساوي 4 اكس 5 عبارة عن ايش؟ الخمسة تنزلها تصبح 5 في 4 20، 20 اكس كم؟ 4. كذلك إذا كان الاف اكس يساوي اكس فإن المشتقات تساوي كم؟ 1. إذا هذه عندك أربع حالات، الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة والحالة الرابعة، من هذه الحالات كلها واضحة. اوكي اتمنى واضحه. عندي بعض الامثله من مشتقات 4 اكس 3، ما هي الخيار المناسب؟ مشتقات 4 اكس مشتقات الان مشتقات اللي هي مشتقات 4 اكس 3 خيار الاي او البي او السي او الدي. اتمنى احد الخيارات الثانيه. اي خيار 4 اكس 3 هل هو خيار الاي او البي او السي او الدي؟ السي صحيح اللي هو 3 في 4 في 12. لا مو السي، هل هو الاي او بي او السي او الدي؟ طبعا الخيار الصحيح اللي هو 3 في 4 في 12 اكس تربيع، طبعا في خلل اللي هو سي المفروض 12 اكس تربيع وليس 12 اكس 3. تلاحظون البي والسي متتابع نفسه اللي هو 12 اكس 3 12 اكس 3 المفروض 12 اكس تربيع، لان نطرح من الثلاثه واحد يصبح كم؟ 2. الخيار الصحيح 12 اكس تربيع. المشتقة اكس 6 ناقص 3 اكس زائد 6 عباره عن ايش؟ اي خيار؟ طبعا المشتقة اكس 6 عباره عن 6 اكس 5 المشتقة سالب 3 اكس سالب 3، اذا هو خيار اي. المشتقة السي صفر
فنجد الخيار اللي هو 6 اكس 5 ناقص 3، 6 اكس 5 ناقص 3. إذا كانت الـ f(x) تساوي 2 اكس ناقص 1 مضروب ب 3 اكس زائد 5، فإن مشتقاتها طبعا المشتقة الأولى في الثانية زائد المشتقة الثانية في الأولى وتجمعها فيكون أحد الخيارات الموجودة في السلايد. طبعا هذه الاشتقاق، انتهينا من الاشتقاق، الآن راح ننتقل إلى التكاملات. أنا جالس الآن أحاول أحمل سلايدات التكاملات. أجل تحمل لأن البي دي اف عندي بي دي اف ورافض يتحمل عندنا في البرنامج فنحتاج دقائق فقط. إشكالية في تحميل البرنامج اللي هو المحاولة الأخيرة. لا جالس أحمل المحاضرة الأخيرة لعل انتظار شوي. نعم، في محاضرة يوم الخميس. الآن سلايد واضح ولا؟ طلعت سلايد الآن، أتمنى يكون واضح اللي هو التكامل، أتمنى يكون واضح. هل السلايد واضح الآن؟ عندي واضح. لو تحدث، طبعا عندي الآن واضح سلايد. أوكي، أتمنى يكون واضح سلايد الآن. أوكي ممتاز. ممتاز. ما الأسئلة بخصوص اختبار؟ طبعا فيه اختبار يوم محاضرة يوم السبت.
قلنا اي شيء يتعلق بالاختبار راح اجاوب عليه في هذه المحاضره. هذا من الساعة 1 إلى الساعة 1:45. واضح؟ من الساعة 1 إلى 1:45. طبعاً أنا طبعاً بخصوص المادة في تساؤلات كثيرة تجي بخصوص ملخصات وغيرها، أنا أكرر دائماً في كل محاضرة أن المحاضرات اللي ناخذها هذه مطلوبة. فأتمنى للجميع يعني مذاكرة السلايدات اللي ننزلها وحل أمثلة عليها، طبعا إذا في فكرة مثلا نعطيك القاسم المشترك، قاسم المشترك فكيف توجد القاسم المشترك؟ فلابد تعرف الآلية لإيجاد القاسم المشترك. طبعا التكامل هو عملية عكسية للاختبار، نعلم أن الفرقة 3 إكس تربيع تساوي 6 إكس، بالتالي الدالة إف إكس 6 إكس يساوي طبعا تساوي 3 إكس تربيع. نكتب هذا التكامل كم يعني تكامل 6 اكس دي اكس عباره عن 3 اكس تربيع زائد سي. اتمنى طبعا التكامل هو عمليه عكسيه تماما للاشتقاق، عمليه عكسيه تماما للاشتقاق. فمشتقه الداله 3 اكس تربيع عباره عن ايش؟ 6 اكس. اذا تكامل 6 اكس تساوي كم 3 اكس تربيع؟ واضح الصوت؟ من الصوت واضح؟ الان الصوت واضح؟ واضح اوكي. فنقول ان المشتقه هي المشتقه دائما تكون عكس اشتقاق عكس التكامل. فنقول مثلا 3 اكس تربيع اشتقاقها كم تساوي 6 اكس. اذا تكامل 6 اكس تساوي كم 3 اكس تربيع. اذا هي عمليه عكسيه للتكامل، عمليه عكسيه للتكامل. فتكامل 6 اكس عباره عن 3 اكس تربيع زائد لاحظ ان التكامل 6 اكس دي اكس تساوي 3 اكس تربيع زائد سي. لاحظ ان الداله في متغير اكس فكتبنا دي اكس للدلاله على ذلك. اضفنا الثالث سي لناتج التكامل حيث ان الناتج هو تكامل لكل الدوال التي مشتقتها 6 اكس. فمثلا الدوال التاليه 3 اكس تربيع مشتقتها 6 اكس كذلك 3 اكس تربيع زائد 5 اذا اشتقيتها تلاحظ 6 اكس ومشتقه الصفر كم؟ مشتقه الخمسه تساوي صفر، فنجد انها تساوي 6 اكس تربيع. كذلك مشتقه 3 مضروب في اكس تربيع ناقص 6 عباره عن 3 اكس تربيع ناقص 6 فيصبح مشتقتها اللي هي 6 اكس. وهكذا جميع دوال المشتقه لها نفس المشتقه في 6 اكس، بالتالي تكامل الداله 6 اكس قد يعطي اي من هذه الدوال. وللتحكم فيها في ذلك نضيف هذا الثابت ونسميه ثابت التكامل. أتمنى الأمر واضح. طبعا قوانين التكامل يوجد عدة قوانين. من هذه القوانين عرفنا أن مشتقة الدالة إي إكس تساوي إي، يعني إي ثابت، بالتالي تكامل إي كم تساوي؟ إي إكس زائد إيش؟ يحتاج مشاركة. إذا مشتقة الإي إكس تساوي إي، حيث إي عدد ثابت. إذا تكامل الـ A كم تساوي إي إكس زائد إيش؟ سي. تكامل الـ A تساوي إي إكس زائد إيش؟ سي. أتمنى الأمر واضح. أتمنى الأمر واضح. إذا أوكي نقول أن الاشتقاق عكس التكامل. فاشتقاق الـ إي إكس كم تساوي؟ A. إذا تكامل الـ A تساوي كم؟ إي إكس. واضح؟ إذا اشتقاق الـ إي إكس احنا عرفنا اشتقاق الاي اكس تساوي اي اكس. اذا تكامل الاي كم تساوي؟ اي اكس زائد ايش؟ سي. اي اكس زائد ايش؟ سي. الان تكامل الاربعه تساوي كم؟ 4 اكس زائد سي. بناء على القانون ان تكامل اي عدد ثابت عباره عن اي العدد الثابت مضروب في اكس زائد ايش؟ سي. اذا تكامل الاربعه تساوي كم؟ 4 اكس زائد ايش؟ سي. تكامل الخمسه كم تساوي؟ نحتاج اجابه. تكامل الخمسة نحتاج إجابة. إذا عندنا خمسة تكامل عدد خمسة كم يساوي؟ ناتج نحتاج إجابة. لا احنا قلنا ايش؟ تكامل أي عدد ثابت
يساوي على العدد الثابت نفسه مضروب في اكس زائد ايش؟ سي. العدد الثابت نفسه مضروب في اكس زائد ايش؟ سي. فاذا كان العدد الاي عدد ثابت سي، فتكامل عباره عن اي اكس زائد ايش؟ سي. تكامل يساوي كم؟ اي اكس زائد ايش؟ سي. بالضبط 5 5 اكس زائد سي، 5 اكس زائد سي. مثلا تكامل 10 كم تساوي؟ اذا تكامل 10 10 اكس زائد ايش؟ سي. واضح؟ تكامل اي عدد ثابت، مثلا تكامل 5 اكس زائد سي صحيح. تكامل 4 مثلا كم تساوي؟ تكامل 4 دي اكس كم تساوي؟ 4 اكس زائد ايش؟ سي. وهكذا. إذا القانون العام مشتقة الدالة اي اكس ان زائد واحد على ان زائد واحد هي اكس اي اكس ان اس ان، بالتالي اي اكس اس ان عبارة عن اي اكس اكس ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد سي. إذا القانون العام لجميع التكاملات، لجميع التكاملات نضيف على الاس واحد نقسم على نفس الاس، نضيف على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد. فمثلا 6 اكس مثلا، إذا الإكس أسها كم؟ واحد، فنضيف عليه واحد يصبح كم؟ اثنين، فيصبح إكس تربيع، ولا نقسم على الأس الجديد اللي هو اثنين، فيصبح إكس تربيع على اثنين، والأربعة على الستة تبقى كما هي، إذا الستة على الثابت يبقى كما هو، فيبقى ستة إكس تربيع على اثنين، زائد الحد اللي هو ثابت التكامل، زائد ثابت التكامل، اللي هو ستة إكس تربيع على اثنين زائد سي. إذا ثابت التكامل عبارة عن ثلاثة إكس تربيع زائد سي، طبعا 6 تقسيم 2 3 فيبقى عندنا 3 اكس تربيع زائد سي. الان اذا العمليه يعني نضيف على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد، فهي الاس هنا واحد فاضفنا عليه واحد فاصبح 2 فاكس تربيع على 2 زائد سي. الان تكامل اكس تربيع، اكس تربيع عباره عن ايش؟ نضيف على الاس واحد عندنا 2 اذا اضفنا واحد يصبح كم؟ طبعا اذا اضفنا واحد كم يصبح؟ ثلاثه، ونقسم على ثلاثه اللي هي اكس ثلاثه على ثلاثه زائد حد الثابت اللي هو سي. اتمنى الامر واضح. الان اكس ثلاثه مثلا، ناخذ اكس ثلاثه، تكامل اكس ثلاثه كم يساوي؟ نحتاج اجابه. تكامل اكس ثلاثه كم يساوي؟ اكس الثلاثة نضيف على الثلاثة واحد يصبح عندنا كم؟ أربعة، فيصبح عندنا اكس كم؟ أربعة تقسيم أربعة، اكس أربعة تقسيم أربعة زائد انه ثابت التكامل، زائد ثابت التكامل، بمعنى أن التكامل تضيف على الأس واحد وتقسم على الأس الجديد. فتكامل اكس أربعة مثلا نضيف على الأربعة واحد تصبح كم؟ خمسة. إذا اكس خمسة على خمسة زائد انه سي اللي هو ثابت التكامل، زائد سي ثابت التكامل. كذلك اللي هو 2 اكس 3 نرفع بسط الى مقام فيصبح الثالث، فيصبح عندك اكس الثالث 3 طبعا نضيف 1 فيصبح اكس الثالث 2 على ثالث 2 مضروب في 2 زائد ايش سي. الان تكامل ال اي اف اكس دي اكس اللي تساوي اي اف اكس دي اكس، اذا الاكس على 6 الاكس على 6 اذا تكامل الاكس كم؟ قلنا ذكرنا يا شباب اللي هو اكس تربيع على 2 وتبقى عندنا 6 طبعا تقسم 6 وتضرب 2 يصبح عندك اكس تربيع على 12. طبعا هنا امثله شباب كثيره على التكامل احنا راح نحلها سوا، طبعا اللي يحل الامثله هذه مناسبه. مثلا تكامل كثيره اللي هي جمع وطرح، خاصيه الجمع والطرح في التكامل. طبعا خاصيه الجمع والطرح في التكامل مثل تكامل اي اف اكس زائد دي دي اكس دي اكس عباره عن ايش؟ تطلع الاي ثابت عدد ثابت تطلع خارج التكامل يصبح اي تكامل اف اكس زائد دي تكامل دي اكس دي اكس. فمثلا تكامل 2 اكس 4 زائد 3 اكس دي اكس تساوي كم؟ طبعا تطلع توزع تكامل على الحدين، عندك كم حد؟ حدين، 2 اكس 4 زائد 3 اكس دي اكس توزع تكامل على الحدين فيصبح عندك 2 اكس 4 تكاملها كم يساوي؟ 2 على 5 اكس 5
تكامل الحد الثاني 3 اكس تكامل 3 اكس تربيع على 2، يعني اكس 4 ذكرنا تكاملها نضيف على الاس 1 ونقسم على الاس الجديد، فهي عندك اكس 4 نضيف 1 يصبح عندك اكس كم؟ 5 تقسيم 5، اذا 2 اكس 5 على 5 زائد 3 اكس تربيع على 2 زائد 2. الآن نحتاج مشاركة في الخطوة الثانية اللي تكامل x ناقص 1 دي x، نحتاج مشاركة، نحتاج مشاركة x ناقص 1 دي x، x ناقص 1 دي x كيف نكملها؟ إذا عندي الآن حدين، الحد الأول x ناقص x والحد الثاني سالب 1، نوزع التكامل على الحد الأول ونرجع تكامل الحد الثاني، فيصير عندي تكامل x ناقص تكامل 1. واضح؟ إذا تكامل x كم تساوي؟ من الجواب لي؟ تحتاج إجابة، تكامل x كم يساوي؟ نحتاج إجابة، مشاركة لو سمحتوا. تكامل x كم يساوي؟ x تربيع على 2، x تربيع على 2، x تربيع على 2، وتكامل الواحد كم يساوي؟ x، تكامل الواحد x، ذكرنا في السابق ان التكامل الحد الثابت هو e في x، هنا واحد يصبح واحد ضرب x زائد h في. الان في الخطوه الثالثه اللي جاوب لو سمحتوا نحتاج اجابه. نحتاج إجابة على الفقرة الثالثة اللي 2 تكامل 2 إكس زائد 3 إكس تربيع زائد 4 إكس 3 زائد 5 إكس 4 دي إكس، نحتاج إجابة، ما هو تكاملها؟ 2 إكس زائد 3 إكس تربيع زائد 4 إكس 3 زائد 5 إكس 4، ما هو تكاملها؟ طبعا عندنا كم حد؟ حد 4 حدود، نكامل كل حد على حدة، فيصبح عندك تكامل 2 إكس كم تساوي؟ نضيف على الاس الاكس كم؟ 1، يصبح عندك اكس تربيع على 2، فيروح 2 مع 2 فيعطي اكس تربيع. واضح؟ كذلك 3 اكس تربيع كم تساوي؟ 3 اكس تربيع نضيف على الاس 1 ونقسم على الاس الجديد، عندك 3 اكس تربيع نضيف على 2 1 يصبح 2 زائد 1 3، فيصبح اكس 3 على كم؟ 3، ويبقى الثابت 3. الان الحد الثالث الإجابة 4 إكس 3 عبارة عن كم؟ نضيف على أس 1 يصبح عندك إكس كم؟ 4 على 4، إكس 4 إكس 4 على 4. واضح؟ الآن الحد الأخير نضيف على أس كم؟ 1 يصبح 5، يصبح عندك إكس 5 على 5، تروح 5 على 5 يتبقى عندنا إكس كم؟ 5، في النهاية زائد اللي هو ثابت التكامل، زائد ثابت التكامل. أتمنى الأمر واضح. إذا مو واضح ليش يعني؟ كذلك الحد الثاني والثالث نفس الطريقة. أتمنى تطبقون له نظام تكامل أو قانون التكامل على هذا الحد. الآن عندنا التكامل الدالة هذه زائد سي. طبعاً تكامل اف اكس ان اف اكس اس ان زائد 1 مشتقتها هي عباره عن مشتقه اف اكس اس ان هي مشتقه ما داخل القوس، هي مشتقه ما داخل القوس. القانون سيكون تكامل اف اكس اس ان في مشتقه ما داخل القوس عباره عن ايش؟ اف اكس ان زائد 1 على ان زائد 1 زائد سي، طبعا هذا القانون العام للمساله. اذا تكامل اف اكس اس ان في اف اكس في مشتقه اف اكس دي اكس عباره عن اف اكس ان زائد 1 على ان زائد 1 زائد ايش؟ سي على ان زائد 1 زائد سي. اذا الان تكامل في اكس اكس تربيع زائد 5 الكل اس 3، تلاحظون ان اللي داخل القوس اللي اكس تربيع زائد 5، اكس تربيع زائد 5 مشتقه من 5 صفر، كذلك مشتقه الاكس تربيع عباره عن عن الداله الخارج القوس اللي 2 اكس. تلاحظون اللي داخل مشتقه اللي داخل القوس تساوي 2 اكس اللي خارج القوس. فباستخدام القانون اللي ذكرنا في المعادله رقم 5 عباره عن اكس تربيع زائد 5 الكل اس كم؟ 4 على 4، يعني
نضيف على 3 1 ونقسم على الأس الجديد زائد تي، هذا قانون التطبيق. كذلك لو التربيعي في 3 زائد 7 أس 5، نرفع 5 إلى البسط، يصبح عندك 3 زائد 7 الكل أس سالب 5. الكل أس سالب 5 معناه كذلك التربيعي في 3 زائد 7 الكل سالب 5 دي إكس. وهذا يؤدي أن المشتقة اللي داخل البسط تساوي 3 إكس تربيع اللي خارج البسط. بكذا نستطيع نجد نستخدم القانون اللي نضيف على الاس 1 نقسم على الاس الجديد فيصبح عندك ايش اكس تربيع زائد 7 سالب 4 على سالب 4. طبعا تمارين اتركها لكم. تمارين مثلا مشتقة العدد الثابت كم يساوي؟ ذكرنا يا شباب مشتقة العدد الثابت اللي هو ايش؟ اكس زائد اتش سي او واحد او سي. اذا مشتقة الواحد هنا كم يساوي شباب؟ عذرا تكامل الواحد في خيارات الاي او البي او السي او الدي فيكون اكس زائد سي اللي هو السي. كذلك تكامل الاربعة يساوي كم؟ اربعة اكس زائد سي اللي هو السي. كذلك تكامل واحد على اكس تربيع عبارة عن ايش؟ اللي هي واحد على اكس زائد اكس اللي هو كذلك السي. الآن تكامل الإكس كم تساوي؟ إكس تربيع على كم؟ على 2، إكس تربيع على 2 زائد سي اللي هو خيار رقم سي. طبعاً الخمسة والستة كذلك تكاملونها باستخدام القوانين السابقة. تكامل 6 ناقص إكس دي إكس عبارة عن إيش؟ ستة ناقص إكس دي إكس عبارة عن إيش؟ نتكامل الحد الأول 6 ونتكامل الحد الثاني إكس فقط. تكامل 6 6 إكس وتكامل الحد الثاني إكس تربيع على 2 اللي هو الخيار رقم بي، خيار رقم بي زائد سي يعني شيء الحد الثالث وكذلك 8 و9. نختم اللي هو التكامل المحدود. طبعا التكامل المحدود هو نفس التكامل بشرط أن طبعا يعرف التكامل المحدد بالعلاقه لو تكامل الاي للبي اف اكس عباره عن اف اي ناقص اف بي، حيث ان الاف اكس الداله الاصليه الداله اف اكس، بمعنى طبعا التكامل الداله ولها حدود، يكون الحد الاعلى والحد ناقص الحد الاسفل، وتوجد طبعا يكون الاجابه عدد، يعني راح تعوض بالاعداد الاي الى البي. فمثلا عندك التكامل من صفر لواحد اكس تربيع دي اكس، نكامل الاكس تربيع واضح كامل الاكس تربيع، يتبقى عندنا اكس 3، طبعا تكامل الاكس تربيع عباره عن ايش؟ اكس 3 على 3. طبعا بدل ما نكتب زائد سي لا، الان نعوض من صفر الى واحد، لان حدود من صفر الى واحد، فنعوض الحد الاعلى الواحد فيصير نعوض قيمه الاكس بالواحد، فيصير 1 اس 3 على 3، 1 اس 3 على 3 اللي هي 1 اس 3 اللي معناته 1 ضرب 1 ضرب 1 اللي هي 1 على 3 ناقص صفر، وهذا كم تساوي ثلث، وهذا كم تساوي ثلث. الآن تكامل من المثال الثاني اللي من 1 إلى 2، 3 إكس تربيع زائد 2 إكس عبارة عن إيش؟ نكامل 3 إكس تربيع عبارة عن إكس 3 زائد 2 إكس عبارة عن إكس تربيع، نعوض من 2 إلى 1، يعني نبدأ في 2 ناخذ الإكس ونضع مكان 2، فيصبح عندك 2 إكس 3 اللي 2 ضرب 2 ضرب 2 اللي 8 زائد 2 تربيع اللي هي 4 ناقص نعوض بواحد والحد الاسفل فيصبح عندك 1 اس 3 اللي 1 ضرب 1 ضرب 1 زائد 1 المجموع كم؟ 12 زائد ناقص 2 اللي هي القيمه كم؟ 10. هذا يسمى التكامل المحدود. تكامل المحدود. تبقى لنا 10 دقائق. طبعا اي سؤال اي استفسار من هنا الى هنا توقف سلايد. في اي سؤال اي استفسار؟ نعم والارقام تتغير والافكار تتغير بشكل عام، يعني مثلا ما تجيك اكس تربيع ربما يجيك اكس 4، لكن المطلوب انك تعرف كيف كان. المطلوب انك تعرف كيف كان. طبعا كما ذكرت اختبار قد سلم
وعلى استمرار يكون مركزي. فهو يشمل جميع اللي ذكرت لكم سابقا، وراح نتكلم عن ان شاء الله يوم السبت بخصوص هذا الموضوع. واضح؟ طبعا عندك خيار مثلا رقم 4 الموجود على السلايد، ليش 4؟ اكس خيار اكس تربيع على 2، من اللي جاوب؟ اي خيار الاي والبي والسي والدي؟ الاي والبي والسي والدي، اي خيار؟ هل هو الاي بي او البي او السي؟ اوكي؟ طبعا ما في حد، حبيت اذكر ما في حد، طبعا ننهي هذا ذكرت لكم، فيكون السي نعم، كما ذكرت لكم تزود على اس واحد وتقسم على اس جديد، تزود على اس واحد وتقسم على اس جديد، تزود على اس واحد وتقسم على اس جديد. واضح؟ كذلك اللي هو الاكس اس 1 يصبح 1 زائد 1 يساوي 2 في اكس تربيع على 2 زائد سي 1. تركزوا على النقاط اللي ذكرتها لكم سابقا. مثل الامثله هذه مهمه جدا، اتمنى الجميع يكون فاهمها، ونتمنى الجميع يكون فاهم السلايد الموجود على السلايد الان. الامثله الموجوده على السلايد طبعا لابد تكون فاهمها كيف طلعت. اذا انت فاهمها معناته اي مثال على غرارها راح تتكلم، بغض النظر على الارقام. واضح؟ يكون اي مثال على غرار تكون بالنسبه لك واضح. واضح؟ واضح، اتمنى يكون الامر واضح. كذلك تلاحظون هنا الخيار الثاني ار 2 اكس تربيع 4 زائد 3 اكس دي، تلاحظون كيف وزعنا التكامل على الحد الاول والحد الثاني بعدين كملنا. هذه مهمه، هذه ملاحظه مهمه، اتمنى الجميع تكون واضحه بالنسبه لك، كيف وزعنا التكامل على الحد الاول والحد الثاني بعدين كملنا. واضح؟ واضح؟ تلاحظون وزعنا التكامل على 2 اكس تربيع اس 4 زائد 3 اكس، فيصبح عندك 2 اكس اس 4 عباره عن تكاملها، نزود على اس 1 يصبح 5، ونقسم على نفس الاس، اما 2 العام عام يبقى كما هو، فيصبح عندك 2 اكس اس 5 على 5، 2 اكس اس 5 على 5، كذلك الحد الثاني 3 اكس عباره عن 3 اكس تربيع على 2، فنزود على اس 1 ونقسم على نفس الاس. واضح؟ من الامر واضح. من الامر واضح. اوكي، طبعا نجي هنا الى هنا نختتم. في اي سؤال او اي استفسار بخصوص هذه المحاضره قبل الخروج منها؟ تعيد الجميع ان شاء الله. ونراكم ان شاء الله يوم السبت من الساعه 1 الى 1:45 باذن الله. اي سؤال او اي استفسار ربكم متواجد لاي سؤال او اي استفسار بخصوص هذه الماده. تفضل. طبعا يوم السبت ان شاء الله ربكم متواجد لاي سؤال او اي استفسار، كذلك راح اراجع جميع المحاضرات السابقه. نمر عليها مرور باحترام ونحل بعض الامثله عليها، واي سؤال استفسار بخصوصها راح نجاوب عليه باذن الله. نشوفكم على خير ان شاء الله.